السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفة أفكار. اليوم نعطيكم فكرة لوجبة غداء اللي غنديرها بالسمك. بسم الله نوريكم طريقة التحضير. السمك ديال الميغلو ها هو، كتشوفوا مقطع شرائح، شوفوا حوتة ديال الميغلو كبيرة مقطعة شرائح. حنا غادي نديروها في الفران مغسولة مزيان. بالنسبه للشرموله ديال الميرنا، ها هي درت الربيع مقطع، ثومه الحامض والتحميره، شويه الكمون، شويه الملحه، شويه البزار، شويه سكنجبير. خلطت هادشي كامل. دابا غنديروا البصله لتحت وفوق منها السمك ديالنا. عندنا هنا البصله مقطعة شرائح طويله كتشوفوا. ملي شرملنا الحوت ديالنا، غادي نشدو البصله غنديروها لتحت ونحطو فوق منها السمك ديالنا. كيف ما كتشوفوا انا قديت المول ديالي، البصله لتحت والسمك الفوق. غندخلو الفران يكون سخون والعافية تكون مهيلة باش البصلة طيب لينا والحوت راه دغيا كيطيب. بالنسبة للسلطة، درت البصلة مقطعة كما كتشوفو، درت الخس مقطع على هاد الشكل، مطيشة نخلطهم على هاد الشكل، نخلطهم مزيان وغندير فيها شويه الملحه شويه الكمون. الكمون حتى هو كيجي رائع في السلطه، جربوه وتشوفوا. شويه البزار والحامض، ولا ما كاينش الحامض ديروا الخل. حتى شويه الربيع حتى هويا، خلطوا مزيان. السلطه واجده. الغداء ديالنا هو وجد سلطه الفريت حوت، ها هو طاب. نتمنى هذه الفكره ديال الغداء تعجبكم. اذا عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناه ديالي. بالصحه والراحه.